ورجعنا لكم ومكملين معاكم فقراتنا مع برنامج دكتورز. والنهارده انا معايا الضيفه الدائمه بتاعتنا دكتوره عايده مصطفى، استشاري جراحه وتجميل الفم والاسنان. اهلا بيك يا دكتوره عايده. اهلا بيك يا دكتور عمرو، انا مبسوطه قوي اني معاكم في الفقره دي. انا فعلا بستمتع جدا بوجودي معاكم في دكتورز. ميرسي لحضرتك قوي، احنا دايما زي ما انت معودانا بتدينا المعلومات الجديده دايما. الحقيقه انا كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه لطيفه قوي. احنا عندنا في مجال الجلديه والتجميل ثوره غير طبيعيه في الليزر واستخدامات غير عاديه في الليزر. يمكن معانا زمايلنا في الانف والاذن في الرمد كمان عندهم استخدامات كتيره قوي للليزر. يا ترى الاسنان زينا بالظبط؟ هو طبعا زي ما احنا عارفين ان الليزر زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان هو داخل في مجالات طبيه كتير جدا، بس علشان ما تبقوش انتوا دكاتره الجلديه والتجميل هما اللي مكوشين على كل حاجه والليزر، لكن احنا كمان عندنا في طب الاسنان بنستخدم الليزر طبعا في تجميل الاسنان وتجميل اللثه. فاستخدامات الليزر عندنا برضو في الفم كتير، يعني احنا ممكن نعمل بيه تجميل للثة عن طريق ان احنا بنعمل قص للثة الزائدة في حالات الابتسامة اللثوية. دي قلناها مع بعض في حلقة قبل كده، حضرتك فاكرة لما كنا بنقارن ما بين حقن البوتوكس وما بين قص اللثة بالليزر وبنوضح بيها امتى احنا محتاجين نقص اللثة بالليزر، فده استخدام اولاني. علشان اشرح برضو تاني الفرق بينهم، ان في ناس كتير بتكون متلخبطه لو عندها ابتسامه لثويه. ايه هي الابتسامه اللثويه؟ هي لو انا بضحك وبين من اللثه بتاعتي اكتر من 2 مللي اللي هو الطبيعي بنسميها ابتسامه لثويه. ده بيكون ليه كذا سبب، ممكن يكون المشكله في اللثه نفسها ان هي زائده فمغطيه على حجم الاسنان، وده انا بعرفه لو انا بخلي المريض يبتسم ولقيت حجم الكراونز او الاسنان نفسه صغير. في الحالة دي بلاقي ان الاسنان نفسها حجمها صغير واللثة هي اللي مغطية عليها، يبقى انا عندي هنا مشكلة في اللثة محتاجة اقص اللثة الزائدة عن طريق الليزر. او يكون عندي مشكلة في الشفة نفسها، ان الشفة نفسها بيكون فيها زي حاجة اسمها هايبر اكتيفيتي او بتكون نشطة، ان هي لما بنضحك بتطلع لفوق او تتشد بترتفع بشكل معين. العضلة الجانبية اللي هنا هو بتكون نشطة زيادة بالزبط. فلما بضطر احقنها بالبوتوكس عشان تنزل الشفة شوية ما تكشفش الاسنان. في الحالة دي لو انا لقيت حجم الاسنان طبيعي والمشكلة عندي مش في الاسنان، يعني اللثة مش هي اللي زائدة، لكن الشفة عشان رفيعة قوي وبتتشد لفوق بتبين جزء اكتر من الطبيعي اللي هو يبان من اللثه. معانا تقرير حلو قوي يا دكتوره عايده لفيديو حلو قوي لقص اللثه بالليزر حضرتك اديتيه لنا، عايزين نعرضه وحضرتك بتشرحي لنا بالظبط انت بتعملي ايه في الفيديو ده. هي الميزه اساسا دلوقتي ان الموضوع ده بقى سهل جدا وبيبقى تحت البنج الموضعي، تخدير موضعي، ما بيحتاجش مشرط زي زمان. يعني زمان كنا بنعمل قص بالمشرط وكان بيكون فيه ساعات نزيف وقلم وغرز، زي ما احنا شايفين بيكون فيه بنج موضعيه قبلها، فالعيان اثناء الجلسه ما بتكونش حاسه باي الم. وزي ما احنا شايفين بالليزر برسم او بعمل كونتورنج للثه، ان انا بشيل الجزء الزائد منها فبطول حجم الاسنان او بطول الكراونز بتاعتي، بشيل حوالي من 3 الى 5 مللي اللي هم الزياده، فبظهر شكل الابتسامه وبخفي موضوع او بعالج موضوع الجامي سمايل او الابتسامه اللثويه. وميزه الليزر عن الجراحه بتاعت زمان موضوع ان الدم مش موجود خالص. بتقفل الجرح، الجرح بيكون نظيف وكلين ومش محتاج بعديه داون تايم هيلينج او وقت اكتر للالتئام. مظبوط كلامي؟ زي ما انا قلت هي سهلت قوي عن زمان، كنا بنستخدم المشرط وكان بيكون في غرز بعد الجراحه وكان في بيكون في بعض الالتهابات او بعض الالم، ومفروض ان احنا بندي بعديها تعليمات ان العيان ما ياكلش او يشرب حاجات معينه، لكن دلوقتي اتسهلت جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصور دي نتيجه حاله اللي فوق طبعا هي اللي بعد واللي تحت هي اللي قبل. بص تحت هو ده اللي انا كنت قصدي عليه من شويه اللي هو حجم الاسنان نفسه او الكراونز، بصوا صغير ازاي واللثه هي اللي مغطيه عليه، فمحتاجين ان احنا نقص اللثه دي ونبرز او نطول شكل الاسنان للطبيعي. برضو الحاله دي زي ما احنا شايفين الصوره اللي فوق دي بعد ما عملنا بالظبط بكام يوم، وتحت فالمريض بيشوف نتيجه العمليه اللي احنا بنعملها دي على طول او الجلسه دي، في ساعتها بتخرج شكل الابتسامه متغير، وطبعا دي بتفرق بعد كده في نفسيتها بقى وبترجع لها ثقتها بنفسها. ان في حالات كتير بتيجي تقولي انا مش عاجبني شكل اسناني، مش عاجبني شكل ضحكتي او الابتسامه، انا على طول بداريها في الصور، فطبعا بتفرق 180 درجه. يعني الحقيقة النتائج هايلة جدا جدا وتعليق رائع، وفعلا فعلا نتائج فورية، ودي أجمل حاجة في موضوع العلاج الابتسامة اللثوية أو قص
اللثة بليزر كل حضرتك قلتيه ان مفيش دم وان الالتئام سريع وان العمليه بتكون كلين او عمليه نظيفه تماما في وقت قليل قوي. طيب ده استخدام رئيسي للليزر، في استخدامات تانية؟ عندي بقى في استخدام تاني اللي هو اسمه تقشير اللثة بالليزر، او اللي هو الجام بيلينج. زي ما بنعمل تقشير للبشره برضو والجلد، عندنا تقشير للثة. مش ساعات بتاخد بالك ان بيكون في ناس لما تيجي تبتسم بتكون اللثة بتاعتها لونها بني او اسود، بالذات بقى الجماعه المدخنين او السموكرز بلاقيها كومن عندهم كتير قوي، وساعات بيكون هي لون اللثة كده حاجه اسمها تصبغات عرقيه. احنا معانا فيديو حلو قوي يا دكتور. ده بيبين برضو ان انا بالليزر في نفس الجلسه، طبعا هي برضو واخده بنج موضعي فهي مش حاسه باي الم، انا بشيل بالليزر كاني بالظبط بقشرها، بشيل الجزء الاسود او البني ده، فبتشوف برضو النتيجه بتاعتها بتبقى حلوه قوي. ان احنا ممكن نعرض حتى صوره بعديها بقى للحاله دي بعد ما اشتغلناها، قبل وبعد النتيجه بتبقى عامله ازاي. فدي برضو العينه مرتاحه قوي ومش متالمه. بص النتيجه دلوقتي زي ما شفناها على الصوره اللي فاتت، ان هي بتورينا قبل وبعد. بص فوق بعد ده بالظبط بعد حوالي اسبوع تقريبا او 5 ايام، وتحت كان قبل. بص كان تحت اللون الاسود او البني ده ازاي طاغي على شكل اللثه. هي هنا ما عندهاش مشكله بقى في حجم اللثه ولا حجم الاسنان، انا هنا مشكلتي كلها تجميل بقى اللثه لا التقشير. فبص فوق كان عمل لها توريد، ان رجع لونها اللون البينك او اللون الوردي اللي هو المفروض تكون عليه شكل اللثة الطبيعي، اللثة اللي هي الهيلثي او الصحية يعني. انتوا كل حاجه عندكم من جلسه واحده، ده الموضوع رائع جدا ده. يعني من جلسه واحده اللثه، من جلسه واحده اللثه نورت بعد ما كانت غامقه وبني. لا هو يعني فعلا ننصح الناس بكده. هو طبعا زي ما انا بقول، هو اغلبيه شغل التجميل بيكون فعلا في نفس الجلسه، زي ما اتكلمنا قبل كده عن حلقات اللي هي تجميل الاسنان الفينيرز، او زي ما اتكلمنا اللي هي كانت الهوليوود سمايل، او تبييض الاسنان، او دلوقتي قص اللثه بالليزر. فعلا دي بقت حاجات تجميليه بتاخد ممكن من جلسه واحده بس، او ساعات بتحتاج جلستين على حسب الحالة، بشوف نتيجة فورية. أنا عايز أعلق تاني على الصورة دي، لأن فعلا النتيجة مبهرة جدا. يعني فعلا اللثة كانت بني بالشكل ده، يا ريت تجيبوا لنا الصورة تاني. وفعلا حضرتك في جلسة واحدة عملتي كده؟ بالظبط. نتيجة الصورة اللي احنا حطيناها قبل وبعد دي كانت من جلسة واحدة، ومدة الجلسة بتكون من 20 ل 30 دقيقة. هو أسباب بقى التصبغات اللثة دي، أو إن اللثة بيكون لونها غامق، ممكن يكون ده نتيجة التدخين، ممكن يكون إن ساعات بيكون في تصبغات في اللثة بنسميها ريشال بيجمنتيشنز أو تصبغات عرقية. إن ساعات الناس اللي هم أصلا بشرتهم غامقة بيكون برضو عندهم زي خلايا ميلانين نشطة شوية زي اللي في الجلد بالظبط، بتكون ظاهرة برضو في اللثة، فبتديلها الشكل الغامق ده، وهما ما بيكونوش مدخنين ولا حاجة، فبتكون عندهم طبيعي يعني كده. فبرضو بتكون مسببة لهم طبعا مضايقة، وبتأثر على شكل الضحكة والابتسامة، وبتقلل ثقتهم بنفسهم. فطبعا بعد موضوع التقشير ده حلت لنا مشاكل كتير. الحقيقه التقنيه واضح انها سهل قوي. وقدامنا فيديو تاني علقنا عليه. فيديو تاني برضو بيورينا ان انا لسه. بص انا يعني بشتغل بيه كانه مشرط جراحي او مشرط الكتروني، كانه زي القلم بالظبط، هو رفيع زي القلم، كاني برسم بيه بالظبط، بعمل حاجه اسمها كونتورنج، ان انا بشيل الجزء الزياده وبحافظ على شكل اللثه الاصلي والراونديشنز او الاستدارات اللي هي ربنا خلقنا بيها اصلا، شكل اللثه الطبيعي اللي بيغطي على الاسنان. فبعد الجلسه طبعا بتديني برده شكل حلو قوي. يعني انا عندنا صوره هي دي الحاله بالظبط اللي هي اللي انا لسه كنت بشتغلها، وده على فكره اميديت، يعني دي نتيجه فوريه. بنلاقي زي في خط بني كده خفيف، ده بيستمر مثلا لمده 48 ساعه، فالصوره دي يعني مباشرة اللي هي immediately after، اللي هو العيان بيشوف النتيجة في ساعتها على طول، بتخرج عندها يعني سوري بتدخل العيادة عندها ابتسامة لثوية، بتخرج ما عندهاش ابتسامة لثوية. يجي هنا بقى السؤال اللي اتسألته، العملية دي دائمة ولا بحتاج أكررها كل كذا سنة؟ لا الحقيقة هي النتيجة بتاعتها مش بتستمر إلى الأبد، لأن هو على حسب بيكون أصلاً مخلي يغطي على اللثة كده إيه. غالباً ده بيكون سبب هرموني، وبتكون كومن عند الستات والبنات اكتر، هي برضو موجوده طبعا في الرجاله، وعندي حالات اشتغلتها اكيد كتير للرجاله، بس بتكون كومن اكتر في البنات والسيدات، بتكون لاسباب هرمونيه زي ما قلت. فممكن ترجع تاني بعد كذا سنه، بس مثلا ممكن بعد سنتين او ثلاثه ترجع تاني، وبنضطر ان احنا نعيدها. بس بتكون في خلال السنتين ثلاثه دول البيشنت او المريضه قضت وقت بابتسامه لطيفه، وشكل اللثه بتاعها بيكون حلو قوي.
يعني اذا التكرار بتاع العمليه دي مفيش منه اي خطوره على اللثه او الاسنان؟ لا مفيش مشكله منه خالص منتهى الامان، وامان وفاعليه قويه جدا. الجلسه بتتعمل بتلاقي نتائج فوريه زي ما حضرتك ورتينا، وفي نفس الوقت احنا بنحب نكون امنا مع الناس، نقول لهم المعلومه ببساطه ان ده مش نتيجه دائمه، ده مش نتيجه هتعيشي بيها على طول، لا ده تاني ممكن اللثه ترجع تيجي على الاسنان تاني او تكريب او تتملى الفراغ بتاعها، يعني بس على مدى السنين، بس ما بترجعش زي الاول كان احنا ما عملناهاش، بس بتحصل سنه انتكاسه او اللي هي بسميها ريلابس، انها ممكن ترجع شويه تغطي. وببقى مفهمه العينه كده، لان انا بتسالي السؤال ده برده كتير، دكتوره هي ممكن ترجع تاني؟ دكتوره هو النتيجه دي دائمه؟ لا، بقول ان هي ممكن بعد كذا سنه، بس في خلال مثلا سنتين او ثلاثه ترجع، بس مش زي الاول كان احنا ما عملناش حاجه، لكن ممكن نرجع نكرر التجربه دي تاني، مفيش منها اي ضرر او اي خطر خالص ان احنا نعيدها. هايل جدا جدا. يعني كده قلنا استخدام الاولاني قص اللثه بالليزر عشان البسمه اللثويه، الاستخدام التاني تقشير اللثه لازاله التصبغات. عايز اسمع استخدامات تانيه. في استخدام تالت برضو، ان انا زي ما قلت ان انا كاني بستخدم مشرط جراحي الكتروني بالظبط، ان انا اقدر اقطع بيه بدل المشرط، بس الميزه عندي ان هو ما بيسببش اي نزيف وما بيكونش فيه اي بليدنج او اي نقط دم مثلا بعديها. اي حاجه بقى انا عايزه اعملها في حالات اللي هي بنسميها اللسان المربوط، اللي هي بنسميها تانك تاي، بشوفها في بعض الحالات بالذات في الاطفال، بيكون اللسان كانه لازق في الفلور اوف ذا ماوت، او في من تحت من عند الفم، فبنحتاج ان احنا نفكه او نعمل زي تسليك. فبقدر ان انا بدل ما بنعملها بالمقص الجراحي او بالمشرط، ان انا اعملها برضو عن طريق الليزر من غير اي غرز ولا اي بليدنج. لما افتح بقي لساني، الحته اللي ماسكه لساني تحت في البق بتكون طويله شويه، مخليه حركه اللسان ليميتد، او عامله حد من حركه اللسان. فدي بيبقى حلها كان زمان عندكم القص بالجراحه وبسيبها لغايه لما تلتئم. يعني حاليا بالليزر، يعني اي حاجه او اي زوايد مثلا داخل الفم او على الشفه، يعني اي زوايد زي ما بيكون في الزوايد الجلديه، انتوا عندكم في الجلديه لما بيكون في اي زوايد برضو ممكن ان هي تتشال بالليزر. مزبوط. او بالكي الكوتري الكهرباء، فبرضو ده نفس الحكايه ان انا بشيل بيها اي زوايد. ممتاز جدا جدا. طب قرح الفم، انا بسمع بقى ان قرح الفم دي بنقعد نعاني منها على ما تلتئم، تاخد لها اسبوع اسبوعين وساعات شهر، وساعات بتكون مزمنه قوي. هل الليزر هنا له دور؟ طبعا هي قرح الفم من الاسباب اللي ممكن تضايق المريض جدا جدا، وليها اسباب كتير قوي. ممكن يكون في امراض داخليه، انت عارف ان في امراض جلديه كتير بتتشخص اصلا عن طريق الفم، انت عارف كان قبل كده ممكن دكتور الجلديه لو قال للعيان افتح بقك وشاف فيه قرح، ده يشخص له امراض جلديه او مناعيه كمان. بتضايق جدا وبتكون مؤلمه، وبالذات الناس مثلا اللي بيكون عندها ستريس. في انا عارفه بعض الطلبه بتطلع لها مثلا قبل اوقات الامتحانات، او لو مروا بظروف معينه مثلا، وبيقعدوا يدهنوا مثلا عليها جلز او ياخدوا عليها ادويه، وبتكون بتحرقهم كده شويه. فممكن برده من جلسه واحده بالليزر ان احنا بنعملها زي كي كهرباء بالظبط، ان انا ممكن ان انا اقفلها او اكويها وبعالجها. والحقيقه ده يعني بيكون الالتئام اسرع من استخدام الجل او استخدام الحاجات اللي بتكوي هذه القرح. هل القرح دي بيكون ليها علاقه بفيروس الهربس؟ اتسالت ده برضو، اللي هو بيبقى مع الاسترس او مع الضغط العصبي. ما انا لسه قايله، هي ممكن تيجي ان هي كهيئه قرح بس، او تيجي على هيئه اللي هي الهربس اللي بيسموه الحراره، ساعات داخل الفم وخارج الفم، بتكون دي مفيده جدا ان هي بتقضي عليها. بيكون مؤلمه جدا جدا، ولما بيجي عليها كمان اللعاب بتاع الفم بيكون كانه بيكويها. والحقيقه بيجي لي المريض بيعاني انه حتى مش عارف يشرب ميه، او حتى عارف ياكل من كتر الالم الفظيع ده، ومن كتر ما هم طلعت كذا واحده جنب بعض، وساعات بيلزقوا في بعض يعملوا قرحه كبيره قوي في الفم. وخلي بالك بتكون معديه كمان، فيعني برضو ان احنا نسيطر عليها او نعالجها في مرحله بدري، بدل ما استنى لما عددهم يكتر او ان هي تكبر في الحجم، بيكون ده حل جذري ليها. يعني ممتاز جدا جدا جدا. يعني اذا انا عندي مشكله قرح الفم، او عندي مشاكل الالتهابات اللي موجوده في الفم، بقدر ان انا بالليزر اسرع من الالتئام بتاعها. طيب انا محتاج بقى يعني من حضرتك تلخيص للحلقه دي، لان الحقيقه انا فوجئت بكميه استخدامات العديده جدا للليزر والجميله دي، فانا محتاج ملخص بسيط من حضرتك لكل استخدام وللشكل بتاعه في صوره بسيطه، عشان نوضح للناس ان الليزر فعلا له استخدامات كتيره قوي في الاسنان.
الاسنان. في استخدام رابع بقى كمان في اللثه، هقوله بسرعه، علاج التهابات اللثه. التهابات اللثه معروف ان هي لما المريض بيجي يغسل اسنانه وبيلاقي فيه نزيف، بتكون معناه ان في جير متراكم حوالين الاسنان في اللثه وعامل حاجه اسمها جيوب او هي الباكتس. الباكتس والجيوب دي لما بيكون فيها جير كتير وزي بتوسع عن المجال بتاعها، بنحتاج ان احنا نعملها تنظيف او اللي هو السكيلنج اللي هو تنظيف الجير، جلسه تنظيف الجير. بعد كده لما بمشي عليها بالليزر زي ما شفنا من شويه، بعالج الالتهابات دي وبساعد الجيوب دي انها ترجع تلتئم وترجع في مكانها تاني، وعالج الالتهابات والالام اللي بتكون موجوده حوالين الاسنان. فده برضو استخدام مهم جدا، اللي هي بعمل علاج للثة والتهابات اللثة بالليزر. عايزين نعدهم مع بعض بقى يا دكتور. قلنا اربع استخدامات دلوقتي. اول حاجه قلنا قص اللثه بالليزر لعلاج الابتسامه اللثويه، قص اللثه الزائده. ممتاز. اوكي، وتاني استخدام زي ما قلنا ان احنا ممكن نعمل جام بيلينج او تقشير للثه وتوريد للثه، باني بشيل التصبغات اللي هي لونها بني او اسود من على السطح. وتالت حاجه قلنا علاج القرح، قرح الفم اللي بتكون موجوده داخل الفم وخارج الفم، ان انا بكويها وبقضي عليها. ورابع استخدام علاج التهابات اللثه اللي بتكون موجوده حوالين جيوب الاسنان، وفي كمان اللي هو قص اي زوايا جلديه زي ما قلت، زي اللسان المربوط او استخدامات اخرى. خمس استخدامات للليزر اقويه جدا. الليزر مفيد جدا ومهمه جدا عندنا على فكره في طب الاسنان. دكتوره عايده، الحقيقه المعلومات كلها قيمه وفعلا يعني معلومات جديده عليا الحقيقه. خمس استخدامات للليزر في الاسنان زي ما الدكتوره عايده قالتهم لنا. الليزر الحقيقه حل مشاكل كتيره من النزيف ومن قرح الفم، من مشاكل اللسان المربوط، طبعا اهم مشكله هي الابتسامه اللثويه، وكمان تفتيح لون اللثه. يعني فعلا الناس اللي بتعاني وعندها مشكله مع شرب السجاير او القهوه، فعلا ممكن في جلسه واحده اعمل نتيجه رائعه زي اللي شفناها في الصوره. اللثه البنيه تحولت الى لثه فاتحه في نفس الوقت. حقيقه نتائج مبهره قوي يا دكتوره عايده، دايما تمتعينا بمعلومات جديده. انا متشكر قوي ان كنت ضيفتي في الحلقه دي، وميرسي على امانه المعلومه، وميرسي على الوضوح وعلى المعلومات الجديده دايما. شكرا ليك يا دكتور عايده. ميرسي ليك يا دكتور عمرو، مبسوطه قوي اني كنت معاك النهارده، وكنت معاكم النهارده في برنامج دكتورز، واتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي اديناها لكم النهارده. فاصل ومكملين معاكم فقراتنا في برنامجكم الجميل، برنامج دكتورز.